السلام عليكم، مرحبا بكم متابعي شان لافالور ابسولو في فيديو جديده وفي درس جديد. اول حاجه ما تنسوش تعملوا ابوني على شان يوتيوب نتاعنا لافالور ابسولو باش يوصلكم ديما جديدا، واذا كان عندكم اسئله والا اي اقتراح ابعثوه لنا على الباج فيسبوك لافالور ابسولو والا لسيت ويب www.lavalorabsolu. دونك نبداو على بركه الله درس اليوم اللي هو لاماس فوليميك موجه لتلاميذ في بروميير اني. دونك باش نبداو افيك اون كيستيون، pourquoi l'huile flotte sur l'eau. Donc le السؤال المطروح علاش كي نخلطوا الزيت مع الماء الزيت يطفو الفوق. دونك نجمو حتى لي فرجان تعملوها لوحدكم، خذوا كيس حطوا فيه شويه زيت مع شويه ماء، خلطوا وخليوه هكيك معناها ان بيريود دو طون. كي باش ترجعوا له باش تلقاو اللي الماء يهبط لوطا والزيت يطلع الفوق. دونك في درس اليوم باش نحاول نفهموا مع بعضنا اي اون فا اكسبليكي سو فينومين فيزيكمون. Donc, je vais vous faire une expérience. Je vais vous faire nous filmer. Donc, on va mesurer la masse de trois volumes différents d'eau. Donc, je vais vous faire trois volumes mortels filmés. Mais, je vais vous faire. Donc, je vais vous faire une graduée. Il y avait ta part de laboratoire physique. Je vais vous faire une balance. Misée. Je vais vous faire une balance à la misée. Même si il y a une burette de fer, mais il y a un voisin à la. Donc, avec la liste, je vais طار هذه باش نحيلي وزن البوغيت، خاطر احنا ما يهمناش وزن البوغيت، اللي يهمنا هو وزن الماء. دونك طار هذه ترجع لي بالونس أزيرو، وباش نصبو 100 مليليتر ماء. دونك باش نوزنو 100 مليليتر ماء، كي فادوني 100 غرام. دونك كي وزنا 100 مليليتر دو، أنا تروفي 100 غرام. دو ماء، وزنا 200 مليليتر ماء، لقينا 200 غرام. وكي وزنا 300 مليليتر دو، لقينا 300 غرام. دونك قيدنا لي فالور هذوما في تابلو كيما لهنا. بينا اول حاجه لا كولون الاولى فوليوم دو او مليليتر، دونك لونيتي نتاع الفوليوم هي مليليتر، اي لا ماس اون غرام، اي اون فا كالكولي لو رابور ام سور في. في الحاله الاولانيه لقينا 100 غرام باش نقسموها على 100 مليليتر، لقينا 1 غرام بار مليليتر. باش نقسمو 200 غرام على 200 مليليتر، لقينا 1 غرام بار مليليتر. باش نقسمو 300 غرام على 300 مليليتر، لقينا 1 غرام بار مليليتر زاد. دونك رماركي فو لقينا في ثلاثة حالات اللي لو رابور ام سور في ريست كونستون، في لي 3 ميزور اللي تيغال 1 غرام بار مليليتر. دونك نقيدو لي انتربريتاسيون، لورسكو لو فوليوم دو لو اوغمونت سا ماس اوغمونت اوسي. يعني اشاك فوا انتي قاعد تزيد في الفوليوم نتاع الماء 100 مليليتر 200 مليليتر 300 مليليتر، الماء زاد قاعدة تزيد. لقينا من الأول 100 غرام، بعديك 200 غرام، بعديك 300 غرام. بس لو رابور اللي حسبناه ام سور في لقيناه زاد ريست كونستون، كي تتفكروا لقيناه 1 غرام بار سنتيمتر كوب. سو رابور اون فيزيك يتسمى لا ماس فوليميك. دونك اون كونكلوجيون، لا ماس فوليميك دان كور اي لا ماس دو سو كور بوتيت ام بار اونيتي دو فوليوم اللي هي لو في. Ben, la masse volumique est symbolisée par ρ. Donc, ρ en physique. Et elle est sous la forme ρ est égal à m sur v. Donc, c'est très important ou kif la définition. L'unité ρ en système international est le kilogramme par mètre cube. Mètre cube, l'unité le volume. ساعات زاد نلقاو دوطخ يونيتي كيما لي غرام باغ مليليتر. إذا كان نحسبو في دي ليكيد باش تلقى لونيتي نتاعك غرام باغ مليليتر، وإلا باش تلقى زاد غرام باغ سنتيمتر كوب إذا كان تتعامل مع دي سوليد. زاد تتفكرو إلي أن مليليتر إتيكال أن سنتيمتر كوب. خدينا لهنا ديفيرونت ماس فوليميك نتاع ديفيرونت كور. باش ناخدو لوليني أول كور اللي هو لو. ديجا بكري برك حسبناها الماس فوليميك نتاعها هو 1 غرام بار سنتيمتر كوب. بي الكور الثاني هو الويل الزيت، الرو ايت ايغال 0.92 غرام بار سنتيمتر كوب. خلينا زاد الكول، سا ماس فوليميك ايت ايغال 0.79. لور معناها سوليد، باش نخدمو دي كور سوليد. سوليد لور اللي هو الذهب، الماس فوليميك نتاعو ايت ايغال 19.3. خلينا زاد الكويفر معناها النحاس، لا ماس فوليميك نتاعو إيت إيكال 8.9 غرام بار سنتيمتر كوب. وخلينا لو فير البلاب، الرو نتاعو إيت إيكال 2.5. كان لاحظت لهنا لي ديفيرونت كور ليكيد وإلا سوليد
كل واحد عنده لماس فوليميك خاصة به، يعني ما فماش هنا دو كور عندهم لاميم ماس فوليميك. هذاك علاش نقولوا إلي لاماس فوليميك دان كور كاركتيريز لا ماتيير كي كونستيتو سو كور، سي اون كاركتيريستيك دو لا ماتيير. باهي، فما غومارك لهنا، لي كور فلوت سور لو سي لور ماس فوليميك اي انفيريور كو لا ماس فوليميك دو لو. دونك اش معناه الكلام هذا؟ فلوت يعني يطفو، اي كور يطفو فوق الماء اذا كان كي نحسب الماس فوليميك نتاعو نلقاها اقل من ماس فوليميك نتاع الماء، يعني اقل من 1 غرام بار سنتيمتر كوب. ناخذ اكزامبل من التابلو، الويل الماس فوليميك نتاعو هي 0.92 غرام بار سنتيمتر كوب، اللي هي انفيريور 1 غرام بار سنتيمتر كوب. هذاك علاش يعني لهنا الزيت باش يطلع الفوق يبقى فلوتي على خاطر الماس فوليميك نتاعو انفيريور. وهذا هو تفسير الاكسبيريونس اللي بدينا بها اول مره، الزيت يطفو فوق الماء على خاطر الماس فوليميك نتاعو انفيريور 1 اللي هي الماس فوليميك نتاع الماء. باهي، عندنا زاد لي كور كول دون لو سي لور ماس فوليميك اي سوبيريور كو لا ماس فوليميك دو لو. كول يعني باش يغرق، باش يهبط لوطا في القاع. باهي، لي كور اللي يغرقوا واللي يهبطوا لوطا اذا كان الماس فوليميك نتاعهم اكبر من الماس فوليميك نتاع الماء، يعني اكبر من 1 غرام بار سنتيمتر كوب. ناخذ اكزامبل من التابلو كيما لور، لور الماس فوليميك نتاعو 19.3 غرام بار سنتيمتر كوب، اللي هي اكبر من واحد الماس فوليميك نتاع الماء. هذاك علاش اذا كان باش ناخذ كيس ونحط فيه شويه ونحط فيه معناها ذهب، راهو الذهب باش يطلع الفوق ماهوش باش لا بلوتو باش يهبط اللوطا، il ne va pas flotter donc يهبط في القاع. très bien، donc توا باش نعملو اكزامبل، باش ناخذو ان اكزارسيس تري سامبل باش نبداو بيه. Soit un solide de volume V est égal à 550 cm3 et de masse M est égal à 300 grammes. Donc, il nous a demandé de calculer sa masse volumique, ρ en grammes par cm3. Donc, attaque le volume, ou attaque la masse, ou طلب منك باش تخرج له ρ. Donc, نكتبوا القاعدة نتاعنا، ρ اللي هي M sur V. Tant que le M عندي ou le V عندي, donc on va faire directement une application directe de formule. Donc, application numérique, ρ est égal à 300 sur 550, donc elle est égale à 0.45 grammes par centimètre cube. C'est très important, textabilité. Très important. Raho. Awal haja, tabdabeha, textab le formule mta'ak. Application numérique, ma'anha bish tahsabha, ou textabilité mta'ak. Hadr bek tansa. Ben, anna zade exercice. Teni, soit un corps en cuivre, yani min has, ayant une masse de 890 grammes. Donc, il nous a demandé de calculer le volume, sachant que la masse volumique de, du cuivre est ρ est égale à 8,9 grammes par centimètre cube. L'hne attaque amali aksaya. Attaque la masse dans le cuivre, ou attaque la masse volumique. Ou tlab mennek bish tkharaj le volume. Kim al-ad, awal haja tekteba hiya la formule mta la masse volumique. Tantalq menh. ρ est égale à m sur v. احنا باش نلوجو على الفي، دونك في ايت ايغال ام سور رو، الام عندي والرو عندي، دونك في ايت ايغال 890 غرام سور 8.9 غرام بار سنتيمتر كوب، يجيني فوليوم 100 سنتيمتر كوب. دونك درس اليوم ما كملناش، دونك نفكروا مع بعضنا اللي نحنا عملنا الماس فوليميك، خدينا الديفينيسيون نتاعها، عملنا لا فورمول اي لونيتي، وجاوبنا على سؤال الماء والزيت علاش الزيت يطفو، وفهمنا علاش اللي الزيت ديما يطفو فوق الماء، وعملنا دو ابليكاسيون صغار. دونك نتمنى الاستفاده تكون حصلت، ما تنساوش باش تعملوا ابوني على شين يوتيوب نتاعنا باش يوصلكم ديما جديدنا، واذا كان عندكم اي سؤال يخص الفيديو هذايا ولا اي فيديو اخر، ابعثوه لنا على الفاش فيسبوك لا فالور ابسولو، والى السيت ويب لا فالور ابسولو.com. والسلام عليكم.